اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه والشعب المصري بخير وسلام، والشعوب العربيه والشعوب الاسلاميه بخير وسلام يا رب العالمين. وقفت عرفات النهارده كل ست بيت مش فاضيه، ما عندهاش وقت للامانه، وفي بكره فته وفي لحمه وفي زحمه وفي عيديات وفي ناس تعيد على بعضينا وصله الرحم وجبران الخاطر. دور الشيف المغازي النهارده يعمل شويه حلويات وتعملهم من النهارده، يفضل يعني يبقوا عندك موجودين الصبح. احسن ما تقولي لجوزك هات دسته جاتوه او هات تورتايه، هات لنا شويه حلويات. ايه المشكله لما تعملي صنف من اللي انا هعمله؟ مش مطلوب منك تعملي الاربعه دول مثلا يعني. عندي النهارده بسكويت بالبرتقال، عصير برتقال، بشرة برتقال، شوية زبدة، التركية بتاعت المغازل اللي تخلي البسكويت مقرمش ولطيف وزي الفل. معانا القرص الطرية اللي بتتعمل بالتمر أو بالعجوة، لطيفة وجميلة، وإحنا عندنا التمر والعجوة بتاع الواحات وسينا عند البقال عند الفكهاني موجود. هتجيبي دقيق وزبدة وسمنة بلدي وتعملي شوية قرص حلوين. معانا كمان مهلبية بالشوكولاتة، انا بعشقها مهلبيه بالشوكولاته دي، بقت لطيفه كده بعد الفته بكره الصبح او بعد كبده الخروف، ناكل شويه مهلبيه بالشوكولاته لطيفه وحلوه بطعم الفانيليا. وما تنسوش كمان النهارده معانا جوز الهند. جوز الهند لما بتتعمل شكلمه او بتتعمل بسكويت برضو بتبقى طعمها لطيف. انا اخترت الحلويات السهله اللي تقدر كل ست بيت في الريف المصري في الصعيد المصري في كل انحاء العالم تعملها بدون تكلفه وبسيطه وسهله. لو رحت لواحد حلواني او محل حلويات او محل اشهر محلات الحلويات مش هتلاقي الحلويات اللي انا عاملها النهارده. سهل جدا تلاقي تورتايه وتلاقيها باسماء مختلفه وتلاقي جاتوهات وتلاقي حاجات كتير قوي احسن من اللي انا هعملها، بس طعم ايدك وحلاوه ايدك يا امي وبركه ايدك ده موضوع تاني يختلف. فعايزك تعملي الحلويات بتاعه العيد الكبير غير فته العيد. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. اللي بنى مصر في الاصل حلواني، مش الجزار بقى اللي هيذبح يوم العيد، لا، احنا النهارده يوم الوقفه وانا عايزك النهارده بكل بساطه تقدر انك تعملي شويه حلويات. احنا حبينا نختلف، ودايما احنا مختلفين بالابداع والتفوق في ان احنا يوم الوقفه ده اسهل على كل ام وكل ست بيت تخش المطبخ تعمل حاجه حلوه تستقبل بيها ضيوفها يوم العيد تاني يوم العيد واحنا بنعيد على بعض. هعمل دلوقتي بسكويت البرتقال. بسكويت البرتقال حاجات بسيطة وسهلة، أهم حاجة الأساسيات بتاعته بشرة برتقال، والبرتقال الصيفي بيبقى له مذاق خاص، ومعانا نشا ومعانا سميتة ناعمة ومعانا سكر بودر وزبدة وفانيليا وطبعا وكمان رشة ملح صغيرة، وفي المقادير 2 بيضة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. المقادير على الشاشة، صوراها بالتليفون أو تكتبيها ورايا، هقولها تاني. مقادير الحلويات دايما بنقولها بالكوب وبالعيار علشان غير الأكل، واحنا حريصين كل الحرص علشان كل واحدة مبتدئة في المطبخ تعمل الحلويات دي بالعيار. 2 كوب من الدقيق، معاهم نص كوب من السكر، معاهم 1 كوب سكر بودر، معلقة سميد ناعمة، هقول ليه بعدين معلقة سميد ناعمة، زبدة نص كوب، ومعانا بشرة برتقال، واتنين بيضة في المقادير، وشوية فانيليا وشوية حب. حب ده لا في سوبر ماركت ولا بيتباع، ده موجود عندنا. أول حاجة هحطها بشرة البرتقال كده اهي، ده عنوان إن ده بسكويت بالبرتقال. حلو، ليه معلقه سميد ناعم يا مغازي؟ معلقه السميد الناعمه دي هتخلي لك البسكويت اللي بالبرتقال ده في طعم الترميله، هي دي التركايه بقى. زي ما بنحطها في بلح الشام، بلح الشام لما بنيجي نعمله بنحط معلقه سميد ناعمه مع الخلطه بتاعه الدقيق والبيض اللي بنحطها على النار. كمان معلقه السميد الناعمه دي اللي هنحطها في بسكويت البرتقال هتخلي لك البسكويت بتاعك في عملية الترميلة اللي هي تحس القطمة موجودة، اهي دي السميد خلاص هشيله من قدامي. حلو الكلام؟ حطينا سميد، بشرة برتقال زي الفل، معانا زبدة، معانا سكر خشن، وأقلب الخليط ده كده بإيدي مش بمضرب ولا حاجة، شوف أنا بوفر عليك إزاي؟ لا مضرب ولا حاجة هنا خالص، هخليكي باسهل طريقه تعملي احلى بسكويت بالبرتقال من ايدك. زبده برتقال سكر، زبده بشره برتقال وسكر، دابت الزبده مع السكر وبشره البرتقال، ده الفليفر. بالشكل ده كده، شفتي الدعكه دي اهي اهي، شفت الجو ده كده؟
ممكن انت بتعمليه بسكويت بالبرتقال، وانا متاكد انك بتتفرجي على فيديوهات كتيره، بس خليكي مع شيف المغازي، له مدرسه كده اللي هي البساطه والسهوله والمرونه. فين البرتقال؟ داب. فين السكر؟ داب. فين الزبده؟ اهي بالشكل ده كده. حلو الكلام. هناخد 2 بيضه نحطهم على المقادير دي كده، والبيض يطلع من التلاجة مسبقا. طالما استخدمت بيض يبقى نحط فانيليا على طول، الفانيليا عشان الزفارة بتاعت البيض. معانا يا عم الشيف شوية حليب بودر، معانا شوية عصير برتقال، ده عصير برتقال. شايفين المنظر حلو ازاي؟ يفتح النفس. اه والله، ويفتح الشهيه طبيعي. ليه يا عم الشيف؟ لون البرتقاني بيفتح الشهيه. كل المقادير دي كده اهي، دابت اهي، البرتقان مع عصير البرتقان مع الزبده. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ طبعا كله طعم برتقان وزي الفل. هنزل بالدقيق بقى، كميه الدقيق هنزل بيها بالتساوي، يعني لغايه لما العجينه تظبط معايا. يبقى انا اول حاجه عملتها حطيت المواد اللي هي الزبده مع سكر مع بشره برتقال، قلبتهم كويس. وحابب اعمل كده يبقى شو، شايفين انا بشتغل ازاي؟ التفاصيل بتبان اكتر من غير عجان ولا من غير اي حاجه، من العجان تحت مني اهوت والله العظيم. بس انا مش عايز استخدمه، يعني العجان ده سهله كده وما بعرفش التفاصيل ايه، انا عايزك تحس بالحاجه. اللي هو جو الوالده والام، خلي بالكم ما فيش، لا كان في عجانه ولا في خلاط اصلا. البصاره كانت تتعمل والفول بالايدين لغايه لما يطلع، ده سكر بودر. اه ننزل بالدقيق بقى، هنعجن بايدينا دلوقتي. اه زي الفل، دول كفايه، احنا هنعجن بايدينا. والله احتاجت هنحط نزود لغايه لما العجينه تظبط معايا. اه موضوع النهارده بسيط وسهل، كل عام وحضراتكم بخير، قاعدين بالسله، البيت هادي وزي الفل، مستنيين لحمه العيد. كرم المصريين وكرم العرب وكرم الناس كله، لازم بنذبح وبنعيد على بعضينا بحته اللحمه الحلوه، نعملها فته بقى، نعملها رقاق، نعملها مع باميه ضاني، زي ما انت عايز يا ست الكل. البسكويت لما اهوت، شفت العجينه؟ نلم العجينه كده، هتحتاج شويه دقيق كمان للامانه، وتحتاج شويه اللي هم في العيار. اه تسلم ايدك يا شيف، ونقلب كده. هلم العجينه دي كلها كده واريحها في التلاجة شويه. بعد ما الم العجينه بعملها رول كده، يعني القطر بتاعه 5 سنتي، واحطها في التلاجة. وبعد ما احطها في التلاجة اقطعها بقى دواير شكل قلب. في قطاعات بتتباع في السوبر ماركت بثلاثة تعريفة، بتجيبيها تشكلي منها الأشكال اللي أنت عايزها. سهلة فكرة عمل البسكويت بالبرتقال. أقول تاني عملت إيه عشان عايزك تعملي ده في العيد للأمانة. برتقال يعني فيتامين سي. البسكوتة دي فيها بروتين حيواني، فيها سكريات، فيها فيتامين سي، فيها كل القيمة الغذائية العالية، يعني الأطفال لما يجوا ياكلوا منها أعتقد إن هي هتفيدهم صحياً كمان. تسمحوا لي أقلع ده كده؟ زي الفل. ونلم العجينه دي كده اهي عشان احسها. العجينه جاهزه معايا، باخدها زي ما هي كده. حلو، والفها رول كده واسيبها في التلاجة. ليه بتسيبها في التلاجة يا عم الشيف؟ الزبدة هتلم وتتجمد والعجينة تتجمد معايا، تبقى لطيفة وزي الفل. وابدأ اقطعها بالسكينة رولز، واقطعها دواير. ادي البسكوت بالبرتقال بطريقة سهلة وبسيطة، ما خدش مني 5 دقايق بس. انصحك طبعا لازم يخش التلاجة ويتقطع بعد ما يطلع من التلاجة، هتتحكمي في الحجم بتاعه، اذا كان دواير، اذا كان مربعات، اذا كان مستطيلات،
اذا ما انت زي ما انت حب اوريك ازاي يتقطع، علشان نستاذن حضراتكم كده ونطلع الفاصل الصغير بتاعنا. وانصحك كمان مره، كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وحضراتكم بخير. بسكويت البرتقال ده يتعمل يوم الوفاه، نستقبل بيه اولادنا وضيوفنا زي الفل. السكينه اهيت، ولازم تكون سكينه مشرشره زي دي كده. اه بنقطعها بالشكل اللي احنا عايزينه، بس السكينه مش هتمشي فيها بنظام الا لما تتجمد. كلامي واضح وصريح. انا انصحك طبعا تحطها في الثلاجه وتقدري تشكليها بعد ما تجمد بشكل مستطيل، بشكل مربعات، بشكل دوائر، زي ما انت عايز. ولكن التفاصيل في ازاي تعملي بسكويت بالبرتقال زي ما انا عملت في عجاله كده، ولكن الطعم والفليفر مش موجود غير عندك وبس، من بين اصابع ايدك العشره يا امي. فين الصينيه بتاعت البسكويت؟ اهي يا فندم. هنشوف ازاي نعمل بسكويت البرتقال. جاهزه والعجينه جاهزه وزي الفل. هنقطعها مع بعض سريعا. دي لازم تحطها في الفريزر او في الثلاجه، احنا حطيناها في الفريزر بتاعنا، او انت تحطها في الثلاجه وقت كبير مفيش مشكله، مستعجله حطها في الفريزر، بس اوعي تنسيها في الفريزر، خلي بالك عشان لو طلعتيها مش تنفع. نتكلم علشان نبقوا ايه على وضوح، عشان ما تجيش الشيف المغازي قال كده وانا فشلت معايا والجو اللي احنا عارفينه ده خالص. دي في الثلاجه وقت كبير مفيش مشكله، في الفريزر وقت قليل جدا وتطلعها بسرعه. اهو دي كنت قاطعها. نقطع ازاي؟ اهو بص، سكينه في الحلاوه، بسكويت البرتقال. اهو والله ما هستخدم قطعه ولا اي حاجه، مش محتاج قطعه. استخدم القطعه في حاله لما انا ايه اعملها وافرتها. انا حبيت اعملها بشكل كده زي ايه توست كده. اهو تاكلي بسكوته من دي يا ست الكل، يا ست الحبايب، يا امي بعد الكبدة الصبح حكاية. حليتي من البيت سهلة جدا، أنا أرفع سماعة التليفون وأقول له جوزي وأنت جاي من الشغل هات معاك دست الجاتو، ما عملناش حاجة. إنما لما نعمل الحاجة الغريبة دي، أو مش الحاجة الجديدة، معلش التعبير خلني، حاجة جديدة زي دي كده تبقى لطيفة وحلوة، في اهتمام، وأهم حاجة الاهتمام. آه الله عليك يا استاذ الحاج، ده انت كنت شاعر؟ قال لك ما بين العجين والخبز في البيت يزيد البركه. بركه الام وبركه الاسره وبركه الاهل. والله العظيم بتكلم من قلبي، انت لما تعملي حلويات في البيت لو عملت شويه بس ايه كريب، عجينه الكريب، لو عملت شويه كانينول صغيرين كده، عملت شويه كب كيك، حاجات خفيفه خالص وبسيطه، شويه المهلبيه اللي انا عملتهم دول. اه بسكويت ده على فكره تهادي منه للعيله، ريحه عيد على حماتك واخدها لها، هي اول ما بتشوف العلبه اللي مكتوب عليها اسم المحل، من فلوس جوزة، من فلوس ابني، هي عملت حاجه؟ هتقولي بتقول في سرها، هتقولي لو ما قالتلكيش قدامك في وشك هتقول في سرها، يعني عملت ايه؟ تقول يا معدي عدي يا حبيبي عدي جيب دي حاجه لماما واحنا مروحين، احسن حاجه تقولها. هتعدى لاجدع محل حلويات تاخد الحلويات يلا حاسب يا باشا بالفيزا والفاتوره وعلى السلامه. انما لما تخش عليها بطبق البسكويت ده وانت عاملاه في البيت، انسى، انت الملكه دلوقتي في نظر مامة جوزك وفي نظر العائلة. الله عليك. ايه لا جيبها لي بالله، والله ما ادخلها الفرن غير لما تجيبها كلها. ايه ده بسكويت البرتقال، تفاصيل البرتقال موجودة، طعم البرتقال موجود، التقطيعة، الشكل، حاجة لطيفة وجميلة. هندخلها الفرن واحنا ورزقنا ان شاء الله، مكانها فين؟ في الفرن، في أرضية الفرن. دي ما تتحطش على الشبكة، بالشكل ده كده. بص عليها بالله عليك، غازلها. ايه ده؟ ده بسكويت البرتقال بتفاصيله من ايد الشيف المغازي وحقوق الطبع لدينا وبس. اقفل الفرن، تعالوا نطلع في الفرن يا عم الشيف بسرعه. القرص طبعا لسه فيها وقت شويه، بص عليها كده، القرص شويه طالعه خلاص. البسكويت اخباره ايه؟ الله. لا عايز شويه والله للامانه، بس انا واضح معاكم وصريح. حلقتنا النهارده عنوانها اللي بنى مصر في الاصل حلواني، يوم وقفه عرفات. كل عام وحضراتكم بخير، كل سنه وانتم طيبين. لازم نهدئ البيت ونروق الامور في البيت عشان نستقبل ضيوفنا ونعيد على بعضينا. حبيتها تكون حلويات بسيطه وسهله ومن قلب البيت او من الثلاجه، استخداماتها كلها دقيق وبيض وشويه حب. عملنا الشكلمه، هي استوت معانا وجاهزه، البسكويت كمان جاهز،
هيخش الفرن ياخد 10 دقايق كمان. عملنا مهلبيه بالشوكولاته للاطفال الصغيرين وكبار السن، عملنا القرص الطريه الجميله تاكل صوابعك وراه جاهزه برده، محشيه جوه من جوه تمر او عجوه حسب الرغبه، ممكن تحط فيها ملبن برغبتك. كل عام وحضراتكم بخير في العيد زي كل سنه على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه لنا مفاجات انا مش هقول عنها، ولكن هي محصوره ما بين لحمه العيد. هتتعامل ايه بقى بالحاجات اللي احنا بنحبها دايما مع الشيف المغازل، الاختلاف والتفاصيل الصغيره اللي بتاخدنا لمعنى كبير وطعم جديد. كل مره بقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين، وبالنيابه عن كل فريق العمل في برنامج اكله ام الشهير، من الاساتذه المخرجين للاداره للمصورين للبروديوسر للفنيين للمساعدين، بنقول لحضراتكم كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وعده الله علينا وعلى كل الامه الاسلاميه بالخير واليمنى والبركات، ومصر بخير وسلام ان شاء الله. كل عام وحضراتكم بخير. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.